كوتشينج. كوتشينج اليوم يأخذنا إلى نصائح صباحية مهمة جدا لمعالجة خمول الغدة الدرقية. يا باسم. مع الدكتورة بسمة هنداوي. صباح الخير دكتورة. صباح الحنان والابتسامة الجميلة. صباحك كمان. أنا على فكرة صباح طيب إن شاء الله. ربنا يخليكي. نعم. دكتورة طيب. دكتورة اليوم بدنا نحكي عن خمول الغدة الدرقية وأغذية ممكن أن تعالجها، بس بداية حابب أعرف خمول الغدة الدرقية أصلا إلى شو بيؤدي، يعني شو هي أعراضه؟ هي خمول الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة وبتحدث نتيجة أن الغدة الدرقية ما بتنتجش كمية كافية من هرمون الثيروكسين، والهرمون دوت مهم جدا يمكن للجسم كله، مش مهم أن هو في عملية الميتابوليزم أو معدل حرق دهون في الجسم. نعم. لا هو مهم في بيدخل في كتير زي مثلا تصنيع البروتينات والكربوهيدرات. مهم في التطور العصبي لنمو الأطفال. نعم. مهم جدا لعمل ضربات القلب. طبعا في بعض الأغذية بتساعد معنا في تنشيط الهرمون دوت، وبعض الأغذية بتقلل من هرمون الغدة الدرقية. يعني إذا ممكن يكون في فرط نشاط أيضا للغدة الدرقية. صحيح. نعم. يعني في حالة لو نسبة نعم. احنا اول ما حد بيجينا مثلا انا كمثلا استشاري تغذيه، واحده تيجي لي على عياده تقول لي انا ما باكلش كتير ولكن انا عندي زياده في الوزن، فانا اول حاجه بقول لها لازم تعملي تحليل هرمون الغده الدرقيه. اذا كانت النسبه عندك قليله، يعني في الطبيعه عندها لما بيكون النسبه من 4.5 ل 12.5 مايكروجرام، ده بيكون نسبه طبيعيه من 12 دي ما عندهاش اي مشاكل. من 12.5 الى من 4.5 ل 12.5. اوكي. من 4.5 الى 12.5. اوكي. وفي كمان حالات للاطفال الصغيرين، يعني في امها تيجي لي تقول لي انا عندي طفلي عنده 3 سنين او 4 سنين لكن ما باكلش. ففي لها نسبه كمان، النسبه لو من 10 ل 25 مايكرو جرام ده بيكون نسبه طبيعيه، اقل من 10 ده بيكون عنده مشكله. فلازم احنا لازم نتناول بعض الاغذيه اللي بتساعد معنا في تنشيط الهرمون دوت. نعم. مثل شو يعني، شو هي الاغذيه اللي بتساعدنا او بتعالج هذا الخمول للغده الدرقيه؟ اهم حاجه في موضوع هرمون الغده الدرقيه نقص زيوت في الطعام. نعم. يعني نقص زيوت في الطعام ده بيأثر تاثير كبير جدا على نشاط الغده الدرقيه. لان زي بالضبط كده لما بتدخل الزيوت الغده الدرقيه بتعمل عمليه من التفاعلات الكيميائيه، بتعملها زي انتعاش، تنتهي بافراز هرمون الثيروكسين. طبعا هرمون الثيروكسين ده بيسموه هرمون الحياه، لان الحياه ما الجسم الانسان كله ما بيتظبطش غير بالهرمون ده. الاغذيه طبعا الغنيه بيه منها المأكولات البحريه لانها غنيه باليود، والخضروات المزروعه في بيئه بتكون مشبعه باليود، يعني التربه بتاعتها نفسها بتكون فيها يود كتير. نعم. وطبعا الفستق، فستق من المصادر الممتازه للسيلينيوم اللي بتساعد في تنظيم هرمون الغده الدرقيه بتعطيها. يعني السيلينيوم مهم، يعني السيلينيوم مهم للغده الدرقيه. اوكي. جدا. والبيض، البيض بقى كمان بيحتوي على السيلينيوم واليود. أوكي. وده طبعا بيؤدي لنشاط الغدة الدرقية بشكل كبير. في بقى وصفة جميلة أنا يعني بقدمها لكل الناس لما عندهمش أي مشاكل مثلا ولا عندهم قرحة في المعدة، لو تناول كوب من الزنجبيل مضاف ليه شيء أخضر مع معلقة من القرفة، ده بتكلم بشكل كبير في زنجبيل. دكتورة بسمة، زنجبيل شيء أخضر. أيوة. وماذا أيضا؟ قرفة. قرفة. لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الفلافونيدات ومضادات الأكسدة الطبيعية، دي طبعا بتدينا نشاط كبير في عمل الغدة الدرقية. البندق كمان بيحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، حتى يعني احنا بنركز في الأغذية اللي بتحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم واليود. وكمان معانا الدبادي لأنه بيحتوي على فيتامين د والبروبيوتيك، المكونات دي كلها بتضمن توازن بكتيريا جيده في الامعاء، واللي طبعا نقص هرمون الغده الدرقيه او الكسل بتاعها بيحصل معاها اضطرابات في الغده، فاحنا بنحاول احنا نظبط معاها يعني نعمل توازن يعني. نعم. طيب دكتوره، في مصادر مثلا غير طبيعيه لليود، او في شيء ممكن ناخده من غير الخضار والفواكه؟ السلمون. مصادر اخرى؟ السلمون، الاسماك البحريه. نعم. السبانخ، الثوم، بذر السمسم، دول كمان غنيين باليود والحديد. طيب. اللي بنشط من كسل الغدة الدرقية، بيزيد من كفائتها. في بقى بعض الأغذية كمان بقى بتقلل من يعني احنا بنمنعها عن مريض الغدة الدرقية.
سريعا لما نصحش التناول يعني بتزيد من الكسل مثلا مثل زي الأطعمة الدهنية. أيوة لأنه خاصة كمان اللي هي الأطعمة الدهنية الغير مشبعة يعني بتقلل من قدرة الجسم على امتصاص هرمون الغدة الدرقية واللي بيسبب خلل في وظيفتها. تناول أو مشروبات كمية كبيرة من الكافيين زي الشاي والقهوة بس بتكون بشكل كبير. أوكي هذا سلبي ولا إيجابي؟ الكافيين سلبي ولا إيجابي؟ لا لو تناولتها كمية كبيرة وعندك كسل في الغدة الدرقية طبعا بيكون بشكل سلبي. بشكل سلبي. أوكي نختتم. والخضروات اللي هي محتوى أيوة. على نسبة عالية من الكبريت نعم. زي البروكلي والأرنبيط واللفت الحاجات دي كلها بتشد من امتصاص اللود في الجسم. شكرا. ربما الفقرة تحتاج أن نعود مجددا لنتمم الحديث في هذا الموضوع لأنه مهم جدا 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 دكتورة بسمة هنداوي ولكن الوقت يداهمنا. شكرا لك دكتورة ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا لكم يومكم طيب إن شاء الله. لا تنسوا متابعة دكتورة بسمة هنداوي على انستغرام دكتورة بسمة هنداوي وأيضا على فيسبوك وشكرا على مشاركتك لنا هذه الصباحات لأنها يعني متابعة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. نهارك طيب دكتورة.